استاذ ميشيل ظاهر نحن اليوم موجودين بأوتيل ريفيرا، خبرنا اكثر شو عم نعمل هون. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء نحن هون بصدد نعمل بريس كونفرنس لنطلق بيروت انترناشونال اوورد فيستيفال او مهرجانات بيروت دولية للتكريم بدورته الثالثة، ونحن وياكم هلا بعد شوي الساعة 6:30 يعني رح نكون ونبلش الاحتفال ب نحكي عن شو محضرين نحن لهالسنة ب 27 تشرين الثاني من وسط بيروت. استاذ ميشيل نحن بنعرف انه مهرجان بيافيا هو مهرجان تكريمي سنوي بيصير، شو بيفرق هالمهرجان السنة عن السنين الباقية؟ كل سنة المهرجان له نكهة خاصة، وكل سنة المهرجان بيكون له تايتل خاص. السنة الماضية مهرجاننا له تايتل أو كان مهدى لشخصية كتير كبيرة من لبنان، هي جبران خليل جبران، والسنة الإيفنت كليته مهدى كمان لشخصية كتير كبيرة يلي هو بروفيسور مايكل دبغي، أول من قام بعمليات جراحات القلب، ونحن أكيد بنفتخر فيه وبنفتخر بكل شخصية تميزت وكانت مع طاقة ونورت بلدها ونورت العالم بهالإنجازات اللي عملتها. اليوم على أي فروع فنية بتتفرع الجائزة؟ يعني الجائزة لمين رح تروح؟ الجائزة مش لفروع فنية، الجائزة هي بتنعطى بمختلف القطاعات، ثقافة، فن، خدمات إنسانية، سياسة، جمال، طب، كل شخص تميز نحن مستعدين انه نقول له شكرا على طريقه بيروت. نحن ما بنلحق الفيلد او يعني تنقول ما بنلحق فئه من الفئات، بس بنلحق الشخصيه وين هي عطيت مشان تنكرمها. استاذ ميشيل على اي اساس بيرتكز اختيار الفايزين؟ هل هو على استطلاع جمهوري او في لجنه حكم هي بتختار؟ اكيد في لجنه حكم هي اللي بتختار، دائما الاستطلاع الجمهوري اوقات يعني قد ما انه صادق وبحب يعطي بقوه اوقات بتتشوش شو اسمه النتائج، بينما اللجنه دائما ولما بتكون لجنه مؤلفه من شخصيات وشخصيات عندها باك جراوند كثير مهم بهالنطاقات او بهالفروع هيدي بتقدر تعطي وبكل تجرد واسماء لشخصيات مميزه. وعدا عن هيك دائما الشخصيه المميزه بنقدر نشوفها دغري، يعني حتى مثلا لما تكون بالليل بتطلع لفوق بتلاقي الشمس، بتلاقي القمر، بتلاقي يعني ما في حدا انه يجي يدلك وينني، ليه؟ لان كل شخص بيبقى مميز بيبقى هو منور. استاذ ميشيل السنه اللجنه من مين مؤلفه؟ السنة اللجنة مؤلفة من الأعضاء اللي هن كانوا معنا من سنة الماضي، اللي هن الدكتورة كلوديا أبي نادر، بشرى عيتاني، رحف عبد الله، وكمان زدنا عليهم غير أشخاص هن مكرمين كانوا سنة الماضي، يعني مثل الأستاذ جاك صراف، مثل الممثلة رولا حمادي، مثل الممثل عبد المجيد مجذوب. هودي أكتر ناس هن بيكونوا أوفياء للأول يلي هن اخذوه، لانهم هن اخذوا هالاورد وبهمهم يحافظوا على ليفل عالي مشان تيضل هالاورد له قيمه عندهم بالبيت. بقى عشان هيك دائما بنرتكز على كل الاشخاص يلي هي من اصل لبناني اكيد وموجوده هون، نقدر نتواصل نحن وياهم مشان تنقدر كمان يعطوا رايهم بالمكرمين كل سنه. والسنة نفس الشيء الأشخاص اللي رح يكونوا مكرمين هن رح يكونوا بلجنة اللي هي رح تكون سنة 2013، رح يكونوا honoring member مشان تيعطوا برأيهم وكمان يقدروا يضووا على أشخاص على الليفل اللي هن موجودين فيه. اليوم بلبنان كل سنة بنشهد إلى جانب بياف في جوائز تكريمية بتقدمها لجنة الميراكس دور، شو بتفرق اليوم جائزة بياف أو التكريم من بياف عن تكريم الميراكس دور؟ نحن الجائزة عنا هي جائزة بتنعطى للتميز والإبداع بمختلف الميادين، ثقافة، فن، سياسة، خدمات إنسانية، شاملة كل القطاعات مش شاملة قطاع فني. ونحن معنا تصويت، نحن اللجنة هي اللي بتقرر، والكونسبت ديفرنت يعني ما في مقارنة بين بعضهم، وهن عندهم شغلهم ونحن عندنا شغلنا. إذا بدنا نحكي من الفنانين اللبنانية والعرب اليوم،
مين هيك اذا اليوم بدك تعطينا هيك اكسكلوزيف شوي للميوزك نيشن، مين ابرز المرشحين؟ ما في مرشحين، هن دجا صار اسمائهم موجوده ونعمل كونتاكت نحن وياهم ورح يجوا يكونوا موجودين على الساحه. هن فينا نعرف بعض الاسماء، اسم شخصيه فنيه حضرتك بدك انه مقدر نقول لك لطيفه، لطيفه التونسيه رح تكون افضل فنانه عربيه وافضل فنانه، مش افضل مش افضل، شخصيه هي مميزه عم تتكرم على عطائها، هيدا كل الشيء. نحن ما عندنا شغله انه هيدا افضل من الثاني وهيدا افضل من الثاني، نحن لجنه بتكرم العطاءات وبتكرم التميز لاكثر ولا اقل، بس اما انت افضل من الثاني ما معنا اياها هيدا. كلمه اخيره لكل الجمهور اليوم اللبناني والعربي اللي عم بتابع جائزه او تكريم بياف سنويا، كيف تتوجه لهم حضرتك؟ من خلال ميوزك نيشن اول شيء بنقول لهم كونوا معنا ب 27 تشرين الثاني، هيدا الايفنت هو من بيروت ومهدي لكل الاشخاص يلي عندهم تميز وعندهم ابداع، اهلا وسهلا فيك. An energy that can manifest itself in the most surprising way.